كما كتعرفوا كاملين كننظموها حنا كشباب منظمه بدائل الطفوله والشباب مناسبه رمضانيات بدائل في الدوره ديالها الثالثه. خير ما نفتتح به الحفل ديالنا اليوم هي ايات بينات من الذكر الحكيم، غادي تلوها على المسامع ديالنا الشابه اللي كتنضم حتى هي لمنظمه بدائل الطفوله والشباب خديجه طناني، فتتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. ديالنا وما غاديش تفوتنا الفرصه اننا مره اخرى نشكر الاداره ديال المركز بالاضافه دائما كيف ما كنقولوا النازلات والنزلاء داخل المركز. ما غاديش تفوتنا الفرصه اننا نسمعوا كلمه ديال السيد المدير ديال المركز اللي ما كيبخلش على الخدمات ديالو هذه ثلاثه ديال السنوات، ودائما في كل مره كنطرقوا الباب ديالو، الباب ديالو ديما مفتوح. تصفيقاتكم حاره على استثارة كنشكركم على الحضور، وكنشكر كذلك الاباء ديالنا والامهات ديالنا اللي كيستحملونا، وحنا كنعاود نذكرهم بلي راه هاد الناس اللي جاوا اليوم جاوا على قبلهم، جاوا على قبلكم وجاوا باش يشاركوا معنا هاد الليله اللي كبيره عند الله وفي هاد الشهر هذا. وهذه الجمعية ديال بدائل للطفولة والشباب فرع المحمدية تعودنا فيهم الجودة ديال النشاط اللي كينظموا والانضباط والمشاركة بشكل فعال، هذا تعودناه فيهم كل مرة في رمضان. نتمنوا لهم التوفيق في الحياة ديالهم الشخصية والتوفيق في الحياة ديالهم الجمعوية، وكنشكرهم سيري جزيل الشكر. شكرا.
اقسم الله. ودابا غادي نمروا للفقره ديال الامداح والذكر ديال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ما تفوتناش فرصه اننا نذكروه في هذه الليله المباركه اللي كتعتبر من اواخر شهر رمضان. ما غاديش نطول عليكم، غادي نبقاو مع فقره موكب النور، مجموعه موكب النور اللي كتكون من المهدي القرش، عبد القدوس خويا، وخديجه طنامي. خويا تفضلوا، شكون صفقوا عليه وشجعوه. أنت الله الله. السلام عليكم. يا كنعيشوا حفل اختتام فعاليات رمضانيه رمضانيه بدائل بالمحمديه اللي كنظموا فرع المحمديه، واللي كيعرف مجموعه ديال الانشطه مستمره طيله شهر رمضان. بغينا نعرفوا شنو هو البرنامج ديالكم اللي كان من خلال هذا الشهر رمضان. بالنسبه لبرنامج رمضانيه بدائل الطفوله والشباب بالمحمديه، كان عندنا مجموعه ديال البرامج اللي كانت عباره عن عمليه ديال توزيع وجبات الافطار الجاهزه اثناء وقت الافطار. مجموعه ديال الشباب كيضحيوا من الوقت ديالهم من الافطار مع العائلات ديالهم باش يوصلوا وجبات افطار جاهزه للناس اللي محتاجين واللي ما عندهمش، اللي كيتواجدوا في شوارع مدينه المحمديه. من غير عمليه وجبات الافطار الجاهزه كان عندنا كذلك مباراه ديال كره القدم، الخلق الجو الرياضي بين الاطر ديال دار شباب بن خلدون والاداره ديال دار شباب بن خلدون وشباب منظمه بدائل، بالاضافه الى توزيع امساكيات رمضان. هما واحد الفلاير كيتوفر على مجموعه ديال الادعيه دعاء الصائم، بالاضافه الى توقيت ديال الصلاه طيله شهر رمضان بالمحمديه. شنو كان الجديد ديال هذه السنه؟ الجديد ديالنا هذه السنه ان شاء الله كنحاولوا اننا ننظموا الدوره الثانيه لقافله البسمه. هي واحد القافله تضامنيه ديال جمع الملابس وجمع الاحذيه وجمع الكتب اللي غادي نتوجهوا بها ان شاء الله لجهه تادلا ازيلال، لواحد الدوار تما اللي كنا المره السابقه توجهنا ليه، وتم الجمع ديال مجموعه ديال الملابس وديال الهدايا هنا بمدينه المحمديه ووصلناها للناس ديال الدوار تما. جمعيه منظمه بدائل للطفوله والشباب فرع المحمديه هو فرع نشيط بالمدينه. نبغيو نعرفوا استاذ المشاهدين والساكنين ديال المحمديه، بغيو يعرفوا شحال الطاقم ديال او الاعضاء والمنخرطين نتاع الفرع نتاعكم. بالنسبه للمنخرطين ديالنا كنا بدينا في 2013 بسبعه ديال الاعضاء، هما اللي كانوا داروا التشكيل ديال المكتب ديال المنظمه. الان كنتوفروا على فوق 30 شاب وشابه اللي منخرطين وكيشتغلوا دائما بالمنظمه، بالاضافه الى مجموعه ديال الاطفال اللي كيشاركوا معنا في الانشطه موسميا. واليوم كنعيشوا حفل اختتام فعاليات رمضانيه بدائل بالمحمديه اللي كنظموا فرع المحمديه، واللي كيعرف مجموعه ديال الانشطه مستمره طيله شهر رمضان. بغينا نعرفوا شنو هو البرنامج ديالكم اللي كان من خلال هذا الشهر رمضان.
الوقت. بالنسبة لبرنامج رمضانية بدائل الطفولة والشباب بالمحمدية، كان عندنا مجموعة ديال البرامج اللي كانت عبارة عن عملية ديال توزيع وجبات الإفطار الجاهزة أثناء وقت الإفطار. مجموعة ديال الشباب كيضحيوا من الوقت ديالهم من الإفطار مع العائلات ديالهم باش يوصلوا وجبات إفطار جاهزة للناس اللي محتاجين واللي ما عندهمش، اللي كيتواجدوا في شوارع مدينة المحمدية. من غير عملية وجبات الإفطار الجاهزة كان عندنا كذلك مباراة بين مباراة ديال كرة القدم لخلق الجو الرياضي بين الأطر ديال دار شباب بن خلدون والإدارة ديال دار شباب بن خلدون وشباب منظمة بدائل، بالإضافة إلى توزيع إمساكيات رمضان. هما واحد الفلاير كيتوفر على مجموعه ديال الادعيه دعاء الصائم، بالاضافه الى توقيت ديال الصلاه طيله شهر رمضان بالمحمديه. شنو كان الجديد ديال هذه السنه؟ الجديد ديالنا هذه السنه ان شاء الله كنحاولوا اننا ننظموا الدوره الثانيه لقافله البسمه. هي واحد القافله تضامنيه ديال جمع الملابس وجمع الاحذيه وجمع الكتب اللي غادي نتوجهوا بها ان شاء الله للجهات جهات تادلا أزيلال، لواحد الدوار تما اللي كنا المره السابقه توجهنا ليه وتم الجمع ديال مجموعه ديال الملابس وديال الهدايا هنا بمدينه محمديه ووصلناها للناس ديال الدوار تما. جمعيه منظمه بدائل للطفوله والشباب فرع المحمديه هو فرع نشيط بالمدينه. نبغيو نعرفوا استاذ المشاهدين والساكنين ديال المحمديه، بغيو يعرفوا شحال الطاقم ديال او الاعضاء والمنخرطين تاع الفرع تاعكم. بالنسبة للمنخرطين ديالنا كنا بدينا في 2013 بسبعة ديال الأعضاء هما اللي كانوا داروا التشكيل ديال المكتب ديال المنظمة. الآن كنتوفروا على فوق 30 شاب وشابة اللي منخرطين وكيشتغلوا دائما بالمنظمة، بالإضافة إلى مجموعة ديال الأطفال اللي كيشاركوا معنا في الأنشطة موسمية. شكرا. وما نساوش اننا نشكروا محمديه بريس اللي دائما كتدعم الفعاليات الجمعويه داخل المدينه وكتنشر الخبر الحق واللي خاصو يقوموا به مجموعه ديال الجرائد الالكترونيه. شكرا. هاجر طويبي نائبة أمين المال لمنظمة بدائل للطفولة والشباب فرع المحمدية. نعرفوا كي كان البرنامج ديالكم اليوم هنا في المركز الاجتماعي لدار المسنين بالمحمدية. البروغرام كان اولا ديالو باستحمام للنزلاء اللي متواجدين في دار المسنين، ومن بعد كان الافطار الجماعي مع النزلاء، والان كيف ما كتشاهدوا كاين الحفل الاختتامي لجميع البروغرام اللي كان كامل لرمضانيات بدائل، وفي التالي كنختموها بتوزيع الهدايا على النزلاء وكنتمنوا انه ينال الاعجاب ديالهم. وشكرا.